C'est idéal là. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بالجميع ونقول لكم مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا بكم حبابنا في كل مكان. نرحب باللي التحقوا بنا في الحين في حصتهم اليومية مائدة رمضان ما عدا الجمعة والسبت. إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا اليوم بالذات كامل حاضرين، الحاضر يبلغ الغيب. نعم حبابنا، نستناو فقط شويه يلتحقوا بنا في اللايف باش نرسموا مسابقه الحصه اللي هي مسابقه مائده رمضان اللي قررت سيدي على ديرها هذا العام. ان شاء الله باذن الله موفقين اللي يربحوا معنا. اكيد احنا عنوا على النتائج اليوم ان شاء الله باذن الله، ما خلوهاش منبا الا اذا ما تحصلتوش على الاجابه الصحيحه. معناتها اذا كانت الاجابه صحيحه راح نعنوا على النتائج اليوم ان شاء الله، راح نربحوا ثلاثه يا اخي عبد الوهاب، نربحوا الجائزة الأولى والكبرى اللي يجيب الخمسة أسئلة صحيحة، ونربحوا كذلك زوج واحد أخرين اللي من وراهم إن شاء الله. لكن شروط المسابقة مع التشاور أكيد مع زملائي. بالنسبة لشروط المسابقة هنايا ما نقدروش نستقبلوا الإجابة في اللايف، باش يكون على بالهم جماعة اللي متواصلين معايا عبر التواصل الاجتماعي، الإجابة ما تقبلش من اللايف حتى ولو كتبتوها صحيحة غير معنية. لازم عبر الهاتف إذاعة بويرة الجهوية 026 74 19 19. أعيد ونعاود شروط المسابقة. شروط المسابقة بعد ما تشاور مع زملائي اللي معايا في اللايف هنا، لازم تكلمونا في الهاتف، معناتها باش تكون بكل مصداقية وبكل شفافية لازم الإجابة تكون في الهاتف. معناتها هنا لازم كي نحلوا الهاتف تكلمونا في الهاتف، والمحظوظ مبروك عليه، لاخاطش لو كان تجاوبونا في اللايف وتكون الإجابة صحيحة وتكون عدة إجابات صحيحة ما نقدروش نقيموا الرابح. باش هكذا نكونوا تفاهمين في شروط المسابقة. موافقين زملائي؟ نعم زملائي راهم موافقين على كل الشروط المسابقة. أعيد، كاين خمسة أسئلة كلها في متناول الجميع، كلها من الحصص مائدة رمضان، معناتها ما خرجناش على الموضوع. هنا اللي جاوب صحيح على خمسة أسئلة المكالمة الأولى اللي تلحقني وجابوا صحيح راه تحصل على الجائزة الأولى الكبرى. راح نعنوا على ما هي الجائزة، وكذلك راح نربحوا زوج واحد أخرين، معناتها بغينا نربحوا ثلاثة، راح نربحوا ثلاثة وراح نعنوا على الجوائز. أما بالنسبة اللي متواصلين معايا في التواصل الاجتماعي اللي راهم معايا دائما في اللايف، ربي يحفظهم، لكن الاجابه لا تقبل في اللايف للاسف، لاخاطرش علاش؟ باش تكون مصداقيه ويحاولوا كذلك الاتصال في الهاتف. الخط تاعنا اذاعه بويره 026 74 19 19. اعيد 026 74 19 19. الحاضر يبلغ الغيب. اسئله فالا اه. نعم احبابنا، كيما على بالكم باللي حصه مائده رمضان راها على المباشر، وحتى الاجابه تكون على المباشر، معناتها تكون مسموعه، من الاحسن يسمعوا معنا حتى المستمعين الكرام، وتكون المصداقيه والشفافيه، هذا الشيء اللي انا حابينه. نعم بالنسبه للمسابقه مفتوحه لجميع الولايات، باش هكذاك يكون على بالكم، حتى اللي يقدروا يتواصلوا معنا خارج الوطن مرحبا، هنا سي بوغ تو الموند، معناتها مانيش نتكلموا حنا غير مع بويره وضواحيها، رانا نتكلموا مع 48 ولايه حتى اللي خارج الوطن معنيين بالامر، وهنيئا لهم ان شاء الله بالهدايا القيمه اللي راح نعنوا عليها بعد قليل ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب العالمين. اها في لامون سمير عندك الحق، هي كي تكون الاجابه وي. كاين دواء زعما الا ما فريناهاش اليوم نفروها غدوه. ما نقدرش نحكم في التليفون. اوكي
خواتاتنا وخوتنا اللي راكم معنا، يلا ورقه وقلم تكتبوا معنا الاسئله، يلا يلا مع بعض. بالنسبه اللي غير معنيين بالمسابقه، عمال اذاعه بويره الجهويه غير معنيين بالمسابقه، عمال مدرسه سليمه يعلى غير معنيين بالمسابقه، عائلة سيدة يعلى غير معنيين بالمسابقة، في بالي حتى زوجة ركوش ما كانش المسابقة، لا هذا باش تكون مصداقية وتكون الشفافية. ألوغ أسماء كذلك حمدي غير معنية بالمسابقة. نعم نروحوا دركا للأسئلة، يلا كتبوا معنا الأسئلة، يلا خواتاتنا وخوتنا اكتبوا معنا الأسئلة ونبداو. تقول لي مريم من بومرداس ما نقدروش نحكموا في الهاتف، هذه هي شروط المسابقة، لازم الإجابة تكون مسموعة، يسمعوها كاع الناس ويتأكدوا باللي صحيحة أو خاطئة، ومازال ما فتحتش الهاتف، باش يكون على بالكم مازال ما فتحناش الهاتف. يلا مع بعض الأسئلة. سؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد، اذكر مقادير وصفة خبز فلفل مرقد، ومن هي صاحبة الوصفة؟ ذكرتها السيدة يعلى في الحصة. أعيد، اذكر مقادير وصفة خبز فلفل المرقد، من هي صاحبة الوصفة اللي ذكرتها السيدة يعلى؟ هذا السؤال رقم واحد، أعيد المرة الأخيرة، اذكر مقادير وصفة خبز الفلفل المرقد اللي دارته السيدة يعلى في الحصة، بصح من هي صاحبته اللي ذكرتها السيدة يعلى في الحصة؟ هذا السؤال رقم واحد بالتوفيق إن شاء الله. السؤال رقم اثنين، السؤال رقم اثنين، ما هو السر بنة حلوة البرتقال، وما هي الحاجة اللي جديدة فيه؟ أعيد السؤال، ما هو السر بنة حلوة البرتقال؟ شتوا السر اللي بنين فيها؟ وش هي الحاجة الجديدة اللي فيه؟ كاين حاجة سر فيه وحاجة جديدة. بالنسبة للسؤال الثالث، ما هو الطبق اللي كان هذا العام 2021 في إذاعة بويرة الجهوية مميز به بالحساء وبنين؟ كان طبق به بالحساء اصورتي، بصح مميز وبنين وغريب. يلا مع بعض السؤال رقم أربعة، السؤال رقم أربعة، اذكر الخطأ اللي دارته سيدة يعلى هاد العام مع ذكر السبب. درت خطأ، درت خطأ، ما هو الخطأ اللي دارته سيدة يعلى؟ درنا في الهضرة غلط، وما هو السبب؟ بارك الله فيكم. السؤال رقم خمسة والأخير، ما هي الحلوى اللي مقاديرها بسيطة وسهلة التحضير لكنها صعبة في النتيجة؟ أعيد السؤال الخامس والأخير، ما هي الحلوى اللي هي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير لكن نتيجتها صعبة؟ خمسة أسئلة في متناول الجميع، يلا 0-26-74-19-19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، هنا راح تكون مسابقة على أرض الواقع على أثير إذاعة بويرة الجهوية على المباشر، اللي يجيب خمسة أسئلة صحيحة في المكالمات الهاتفية راح يتحصل على فورماسيون ديبلومون تاع 12 مليون، 12 مليون، فورماسيون ديبلومون تاع 12 مليون، زوج اللي من موراهم يتحصلوا على فورماسيون كاليفيونت تاع 3 موا. أعيد، اللي ينجح في المسابقة تكوين تاع العام ب 12 مليون مجانيا، زائد اللي يربحوا من موراه زوج تكوين تاع 3 أشهر. يلا مع بعض خوتي خواتاتي 0-26-74-19-19، أهلا وسهلا بكم معنا، أم مصطفى مرحبا، يلا شاركوا في المسابقة 0-26-74-19-19. باسكو يكون ضغط على المكالمات. وي وي نعم رانو كاين وصفات، نعم حاولوا الاتصال. نعم خاوتنا كاين ضغط على المكالمات الهاتفيه، بربي ان شاء الله يشدونا 0-26-74-19-19. مسابقه مائده رمضان تاع هذا العام فيها خمسه اسئله في متناول الجميع، اذكر مقادير وصفه فلفل المرقد. نعم استقبل اول مكالمه، فاطمه من الجلفه مرحبا. الو فاطمه من الجلفه، فاطمه من الجلفه،
صح رمضانك حبيبتي وتفضلي بالاجابه يلا. نعم، ومن هي صاحبة الوصفة؟ للأسف الإجابة الأولى خطأ، مش أم أنفال. مش أم أنفال اللي صاحبة الوصفة حبيبتي. معليش حبيبتي بصح حنا لازم نجيبو خمسة أسئلة صحيحة، فهمتيني حبيبتي؟ حتى اللي رابحين الزاوج والثالث. بارك الله فيك يا الغالية، الله يفرحك. شكرا حبيبتي على الاتصال، جزاك الله خيرا. 026 74 19 19 مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه. نعم بالنسبه للاسئله اذكر مقادير وصفه خبز الفلفل المرقد، ومن هي صاحبه الوصفه اللي ذكرتها السيده يعلى في الحصه؟ ما هو سر بنه حلوه البرتقال؟ ما هي الحاجه اللي جديده في حاجه جديده؟ ما هو الطبق اللي كان هذا العام مميز نوعا ما مع الحساء ديالو؟ كانوا اسورتي مع بعض وفي حاجه بيزا لكن بنين بنه لا تقاوم. اذكر الخطأ اللي دارته سيدي يعلى بلا ما تجيب خبر، لكن أعلنت عن الخطأ، ما هو السبب؟ بالنسبة للسؤال الخامس والأخير اللي هي ما هي حلوى اللي هي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير لكنها صعبة في النتيجة؟ يلا مع بعض خوتنا وخواتاتنا. أسئلة في متناول الجميع. درت خطا، درت خطا وهما اللي صحوا لي. وي راني لايف، راني لايف. وي رجع لي الخط عبد الوهاب. نعم حبيبتنا أسئلة كلها تاعكم، معناتها اللي دارت في الحصة تاعنا يوميا ما عدا الجمعة والسبت هي اللي كانت تلقى مقصودة. خمسة أسئلة في متناول الجميع سهلة وبسيطة، قلت بلي مادا بينا المكالمات الهاتفية تكون على أثير إذاعة بويرة الجهوية تكون مسموعة باش يسمعوا معنا المستمعين الكرام وتكون كل مصداقية وشفافية. نذكر بالهدية الكبرى اللي هي تكوين تاع العام، عام شهادة الكفاءة المهنية تسلم من طرف الدولة ب 12 مليون 12 مليون مجانيا تتحصل عليها الرابحه. بالنسبه اللي جاوبوا من موراها راح يربحوا معنا فورماسيون تاع كاليفيون، كذلك الشهاده تسلم من طرف الدوله، معناتها سيدي ديبلوم سي ا بي زائد كاليفيون تسلم من طرف الدوله. معي سيليا مشدالة مرحبا. الو لاباس الحمد لله سيليا، مرحبا بك. يلا اعطينا الاجابه. مقادير مقادير، اسمعيني سيلي اعطيني مقادير. لا 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 نتاع الخبز. ايه اعطيني السؤال الثاني، ما هو السر بنة حلوة البرتقال وما هي الحاجة الجديدة فيه؟ زيدي السؤال الثالث، ما هو الطبق، ما هو الطبق اللي كان هذا العام مميز مع الحساء ديالو وبنين بزاف وغريب نوعا ما؟ دبري راسك انتي جاوبيني وراني نسجل. يلا ما نقدرش نعاونك. السؤال الرابع صوتيتي لي واحد. اذكر الخطأ اللي دارته السيدة على هذا العام مع ذكر السبب. لا لا قالتو هذا خلاص، روحي تشوفي السؤال الخامس، ما هي الحلوى اللي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير؟
سيليا 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 استبعيني حبيبتي بالعقل. سيليا حبيبتي اسمعيني سيليا، طفي لنا جهاز الراديو باش تكوني معايا ونسمعك وتسمعيني. برافو عليك صحيتي. الوغ اعطيني اذكر الخطا اللي دارته سيدي على هذا العام مع ذكر السبب. يلا انا ما قلتش اذكر البلا، اذكر الخطا. زيدي ها كي نجاوبك ولينا خلاص جاوبتك ما عندها. ما نقدرش نعاونك حبيبتي. السؤال الخامس، ما هي الحلوى اللي مقاديرها بسيطه سهله التحضير لكنها صعبه في النتيجه؟ شكرا حبيبتي على الاجابه، يعطيك الصحه بارك الله فيك، ابقي في الاستماع. شكرا حبيبتي. 0924 74 19 19، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه عبر اثير اذاعه بويرة الجهويه، اسئله في المستوى في متناول الجميع، راح باذن الله الرحمن يربح ولا تربح معنا. اللي يربح الاول راح يتحصل على تكوين فورماسيون ديبلومون شهاده كفاءه المهنيه تسلم من طرف الدوله ب 12 مليون، اما بالنسبه للي جاوبوا من وراهم راح يتحصلوا على فورماسيون كاليفيونت ان شاء الله باذن الله الرحمن، موفقين ان شاء الله. مرة يا مرة قانون مسابقة هكذا ايه. نعم وسيلة كانت كاينة ويصال رجع لي الخط دوك نفهمهم ايه مفيش مشكل. ما عندكش الضروره تجاوبي زوج مرات، معناتها اللي تكلمنا في الهاتف المره الاولى وجاوبت خلاص ما عندهاش الحق تعاود المره الثانيه، وهذا هو قانون المسابقه. موفقين ان شاء الله يا رب. اذكر مقادير وصفه الفلفل المرقد، من هي صاحبه الوصفه اللي ذكرتها السيده يلا. منال من باب الواد مرحبا، مرحبا بناس العاصمه. يلا منال لاباس الحمد لله، مرحبا بك حبيبتي الله يحفظك حبيبتي. يلا حبوبه الاجابه ان شاء الله وتكوني موفقه. يلا يلا حبيبتي يلا اعطيني الاجابه حنونه. للاسف انقطعت مكالمه منال من باب الواد. نعم اعيد الرقم الهاتف على المباشر 0924 74 19 19، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه، راح تجاوبوا على الاسئله خمسه، اللي يجاوبوهم صحيح يتحصلوا على تكوين فورماسيون ديبلومون شهاده تسلم من طرف الدوله ب 12 مليون مجانيا، واللي يربحوا من وراهم يتحصلوا على لي فورماسيون كاليفيون. الف مبروك ان شاء الله اللي يربحوا ان شاء الله باذن الله. راح نحوسوا نعاونوهم شويه نستقبلوا مكالمه. نعم سهام من بني سليمان مرحبا لاباس الحمد لله. سؤال ثاني زيدينا السؤال الثالث. ماشي نورمالمون لازم هي كحله يا بيضه. يلا كحله ولا بيضه؟ كحله ولا بيضه؟ يلا وشنو الطبق؟ سؤال رابع يلا سؤال رابع. معليش السؤال الخامس يلا. شوفي ما هي الحلوى اللي هي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير نتيجتها صعيبة؟ قلت لك يا كحلة يا بيضاء. يلا حبيبتي يلا يلا سهام. لا لازم تخيري حبيبتي وحدة وبقاي في الاستماع.
اختاري لي إجابة واحدة الله يفتح عليك البيبان إن شاء الله. يلا أبقي في الاستماع، شكرا حبيبتي. يلا مع بعض 0024 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. أذكر مقادير وصفة فلفل مرقد، وما هي صاحبة الوصفة اللي ذكرتها السيدة يالا؟ ما هو السر البنة حلوة البرتقال؟ ما هي الحاجة اللي جديدة فيها؟ ما هو الطبق اللي كان هاد العام مميز مع الحساء ديالو وبنين بزاف وغريب نوعا ما؟ أذكر الخطأ اللي دارت السيدة يالا في الحصة هاد العام مع ذكر السبب. ما هي الحلوة اللي هي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير لكنها النتيجة تاعها صعيبة؟ أم إسحاق من أم البواقي، مرحبا، اهلا وسهلا. اعطيني سؤال ثاني، سؤال ثاني. ما هو السر بنة حلوة البرتقال؟ قالتها قالتها، راك مركز عبد الوهاب، عاودي لي باك الاجابه، عاودي لي سؤال ثاني. سؤال ثالث، عاودي لي. انا قلت ما هو الطبق اللي كان هاد العام مميز مع الحساء ديالو بنين بزاف وغريب نوعا ما؟ عطيني السؤال الرابع، اذكر الخطا اللي دارته السيده يالا. عطيني السؤال الخامس، واش هي الحلوه؟ على بركه الله بقاي في الاستماع، شكرا على الاتصال، جزاك الله خيرا. هنا 0 24 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، إن شاء الله بإذن الله الرحمن موفقين إن شاء الله يا رب. أم إسحاق ربي يفتح عليك، عاونتيهم حتى في الإجابة شوية. نعم 0 24 74 19 19. إن شاء الله هنيئا اللي يربح في المسابقة إن شاء الله يا رب العالمين، ورانا في العواشر اللي يديها يستاهلها. فورماسيون ديبلومون شهادة تاع الدولة، شهادة الكفاءة تسلم من ملكة قايد وتتسينيا من مديرية التكوين المهني، هذا شرف كبير اللي يربح فورماسيون ديبلومون ب 12 مليون 12 مليون. هنيئا اللي يربح. أما اللي يربحوا من موراه راح نربحوا زوج واحد أخرين فورماسيون كاليفيون تاع 3 موا. يلا مع بعض 5 أسئلة سهلة التحضير وكذلك سهلة للإجابة، يلا موفقين إن شاء الله. معي مكالمة أخرى، نعم. وشانو؟ للأسف الإجابات نتاع اللايف ما نقدروش باسكو ما يسمعوهاش اللي راهم معنا. باش تكون مصداقية لازم تكون مسموعة، وهذه هي شروط المسابقة حباباتي، ربي يحفظكم إن شاء الله. نستقبلوا مكالمة سليمة معي بسم. الو مرحبا، الو مساء النور، ويلا بالإجابة، يلا سليمة معي بسم، يلا يلا يلا. منين 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 خيره منين اسب اصبري روحي معلش. ما هو السر بنة حلوة البرتقال، واش هي الحاجة اللي جديدة فيه؟ هذا هو سؤال. سؤال ثالث، سؤال رابع، سؤال خامس، سؤال
ابقي في الاستماع سليمة. شكرا حبيبتي على المشاركة، ربي يحفظك، ابقي في الاستماع. شكرا شكرا حبيبتي. 0 26 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم للإجابة عن الأسئلة. مسابقة مائدة رمضان هذا العام راه دايرة حالة في استديو، يلا ما تراطيوش. 5 أسئلة تربحوا فورماسيون تاع 12 مليون مجانيا مهدية من مدرسة سليمة. يلا يلا مع بعض، 5 أسئلة اللي يجيبها صحيح راه يتحصل على تكوين ب 12 مليون مهداة من مدرسة سليمة. يلا شهرة مسر غزلان مرحبا. ألو لاباس الحمد لله، مرحبا بك شهرة، الله يحفظك ويلا بالإجابة. من هي صاحبته؟ أعطينا السؤال الثاني، ما هو السر بنة حلوة البرتقال وما هي الحاجة اللي جديدة فيه؟ أعطينا السؤال الثالث، ما هو الطبق اللي كان هذا العام مميز؟ السؤال الرابع، أذكر الخطأ اللي دارته السيدة على السؤال الخامس، ما هي الحلوة اللي مقاديرها بسيطة؟ شكرا على الإجابة حبيبتي، ابقي في الاستماع. شكرا شهرة من سور غزلان مرحبا. شكرا حبيبتي. 0 26 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم التي راكم قريبة، راكم بخاسك، بارك الله فيكم. يلا شوية تركيز فقط، أسئلة في متناول الجميع. يلا أنا قلت عمال إذاعة بويلة الجهوية ممنوع المشاركة في المسابقة، عائلة السيدة يعلى ممنوع المشاركة في المسابقة، عمال مدرسة سليمة يعلى ممنوع المشاركة في المسابقة. هكذا صباح مرويبة مرحبا. ألو مرحبا بك صباح، مرحبا بك حبيبتي، تفضلي حبيبتي. من هي صاحبته اللي ذكرتها السيدة علا؟ أعطينا الإجابة تاع السؤال الثاني، ما هو السر بنة حلوة البرتقال؟ السؤال الثالث، ما هو الطبق اللي كان هذا العام مميز وغريب نوعا ما وبنين؟ أذكر الخطأ اللي دارته السيدة علا؟ ما هي الحلوة اللي مقاديرها بسيطة سهلة التحضير لكنها صعبة شوية؟ نعم حبيبتي ابقي في الاستماع، ابقي في الاستماع. صباح من عاودي، صباح من مرويبة، صباح مرويبة يا اختي هكذا، ابقي في الاستماع. صباح مرويبة ربي يحفظك، ابقي في الاستماع. شكرا حبيبة قلبي. 0 24 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. نعم أسئلة في متناول الجميع، سهلتها هذا العام، سهلتها هذا العام وخلاص لي الوقت. يلا زربوا لنا زربوا لنا باش نربحوا شوية. يلا 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 حبيباتي، راهم جاوبوا على الأسئلة، سي بون، راه عندنا الفايز اون توليكا. زدنا مكالمة، نعم زدنا مكالمة هاتفية. أم جليل ممنوع المشاركة في المسابقة. يلا نعيمة من مدية، يلا نعيمة من مدية، يلا يلا حبيبتي نعيمة من مدية أعطينا الإجابة. نعيمة مرحبا، مرحبا بك نعيمة، الإجابة من فضلك بسرعة. بسرعة بسرعة أهي داكو. من هي صاحبة الوصفة؟ أعطينا الإجابة الثانية، ما هو السر بنة حلوة البرتقال؟ يلا ما هو الطبق اللي هذا العام كان مميز؟ أذكر الخطأ اللي دارته السيدة يلا.
ما هي الحلوى اللي مقاديرها بسيطة وسهلة التحضير لكنها صعبة في النتيجة؟ يلا أنام؟ ابقى في الاستماع حبيبة قلبي، شكرا على الاتصال، شكرا على الاتصال، جزاك الله خير. الاسونسيال عندنا اللي فازت بالاخر، زدنا مكالمة الأخيرة نظن ولا خلاص الوقت، زدنا مكالمة الأخيرة. نعم نعم أعطيني أعطيني الخط، زدني مكالمة. نعم اخر اتصال. لا لا عندي الفايز، عندي الفايز سي بون. اخر اتصال. نعم اخر اتصال. شكون قلت لي عبد الوهاب؟ شكون قلت لي عبد الوهاب؟ حياة. نعم يلا حياة، تفضلي حياة. يلا اعطيني السؤال الثاني. يلا حياة يلا اعطيني السؤال الثاني. تاني الإجابة الخامسة؟ السؤال الخامس. يلا شكرا حبيبتي على المشاركة، ابقي في الاستماع، جزاك الله خيرا، شكرا حبيبة قلبي، يعطيك الصحة. نعم شوفوا مع عبد الوهاب نورمال مصيبة، كانت آخر مكالمة. وي عندي اللي ربحوا معليش. نعم كانت مسابقة خفيفة وظريفة، على بالي بلي الكل حب يشارك، الكل حب، لكن ديروا في بالكم بلي راها فارية عند الله، معناتها ربي سبحانه هو اللي راه مكتب شكون اللي رابحين وشكون اللي خاسرين. أكيد كلكم كنتم في المستوى، ربي يحفظكم ويعطيكم صحيحتكم إن شاء الله. راح أعلن عن النتيجة اللي ربحت معنا في المسابقة، وعندنا زوج كذلك اللي ربحوا، هادو الزوج اللي ربحوا نعلن عليهم غدوة إن شاء الله. علاش؟ لاخاطرش كاين بزاف جابوا كيف كيف، دوك نشوف وراني كتبت كل شيء وراني حتى اللايف مسجل، معناتها بإذن الله الرحمن راح نشوف اللي جاوبوا باش يربحوا معنا زوج الآخرين تاع الفورماسيون كاليفون. أما اللي جابت كل الأسئلة صحيحة وجابتها بطريقة رائعة جدا راح نعلن عليها، مبروك عليها الجائزة الكبرى مسلمة من مدرسة سليمة يعلى فورماسيون ديبلومون شهادة الكفاءة المهنية تاع 12 مليون مجانيا، اللي هي اللي ربحت معنا، اللي ربحت معنا والله شاهد على ما اقول بكل مصداقيه بكل شفافيه، حتى زملائي راهم شاهدين على هذا الشيء. نعم اللي ربحت معنا وزلنا فقط شويه صغاريت اللي ربحت معنا. نعم انا هنيئا لك حبيبتي اللي كتسمعي فيا، ابقوا فقط في الاستماع. زوج بغدوه ان شاء الله نعلنوا عليهم اللي ربحوا، لكن اللي ربحت معنا هذا اليوم اقول اقسم بالله العلي العظيم والله شاهد على ما اقول بكل مصداقيه بكل شفافيه، هنيئا لك هنيئا لك، صباح من رويبة، مبروك عليك صباح من رويبة، هنيئا لك صباح من رويبة، مبروك عليك صباح من رويبة، ألف ألف مبروك صباح من رويبة، فورماسيون ديبلومون ب 12 مليون مجانيا، هنيئا لك صباح من رويبة، كل الإجابة جبتها صحيحة، برافو عليك حبيبتي، يعطيك الصحة، شكرا على اللي كل شاركوا معنا، بارك الله فيهم. أما زوج اللي ربحوا معنا فورماسيون كاليفيون باش نكونوا هانيين وضميرنا مرتاح، لازم ندقق فيها باش غدوة نعلن على اللي ربحوا معنا الزوجين، معناتها اللي ربحت الأولى وجبتهم كل صحيح هي صباح من رويبة، صباح من رويبة هنا. نعم راح تتصل بينا، اتصلي بإذاعة بويرة الجهوية أو اتصلي بالسيدة يعلى عبر الخط 06 06 96 58 05 15. أعيد الرقم لصباح، صباح من رويبة لازم تكلمينا على الهاتف 06 96 58 05 15. ألف 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 مبروك حبيبة قلبي، مكتوبك ربي سبحانه هو اللي كتب لك هالتكوين.
نعم، اما اللي ما صحت لهمش الفرصه تقول لهم سيدي على هذا هي شروط المسابقه، هذا هو القانون، هذه هي اللعبه، وهذه فقط مبادره مهدات من مدرسه سليمه على فورماسيون ديبلومونت اللي هي كانت مسابقه المائده رمضان تاع هذا العام. هنيئا لك حبيبتي، مبروك مبروك مبروك، وان شاء الله باذن الله الرحمن مازال خير قدام الاخرين ان شاء الله. هنيئا لك، والاخرين ان شاء الله غدوه نعلنوا عليهم اللي ربحوا ويقولوا لي زملائي. خلاص لي الوقت ما بقى لي غير نقول لكم خدمكم في العارضه التقنيه المايسترو عبد الوهاب ركوش، ميكروفونيا سليمه يلا، صحه فطوركم صحه سحوركم، الى الملتقى غدوه ان شاء الله. وصلت غدوه ان شاء الله، رانو ما كتمش الوقت للاسف.